نحن الآن في فندق بجوار الحرم. ما شاء الله جيد جيد جيد. مشكلة ما في باب هنا ولا هذا الباب. لازم هذا باب. أيوة. لازم غرفة. لا كده كويس. أنت تأخذ ثلاثة غرف. سأأخذ غرفتان. غرفتان وحمام. أيوة. أيوة وهذا حمام. نحن دخلنا حمام. استغل كويس. وهنا مطبخ والثلاجة. الآن هذا مطبخ والثلاجة. حلو تمام. حلو. يعني غرفتين 300. إيه لأن أنا أبحث عن الأطفال. عندي لدي أطفال. هذا له مفتاح يا شيخ؟ أيوة في ممتاز. خلاص. لا إله إلا أنت سبحانك. أنا أطلع أنظر عدة غرف، ست فنادق. أنا أشتغل في الحملات وفنادق، مجال فنادق. ما شاء الله. بعدين تروح إلى المدينة؟ أنا كنت سأذهب إلى المدينة ثم أتي إلى مكة. يعني كنتم في المدينة؟ لا ما كنت في المدينة. تروح بعد. أيوة كانت الرحلة سأذهب إلى المدينة ثم أعود إلى مكة. طيب. ولكن غيرتم برنامج. لدي ولد صغير. فات السيارة فصدم بها. فأستنزف قليلا من الميزانية. يعني ما تروح مدينة؟ مدينة أخليها في رمضان إن شاء الله. يسر الله. نعم في رمضان. أدار الله. أنا كنت عسكري ثم تقاعدت. أيوه ثم تقاعدت والحين ما شاء الله. ما شاء الله. أحسن. دمع. أنا سأذهب أحلك أي خدمة شيخ. تقبل الله. تقبل الله. جي ها؟ أيوة جي غاست. جزاك الله خيرا أخي. طيب ندخل غرفة. هذه الغرفة 601. هذه الغرفة. طيب أحب هذا. تاك نور. تاكش داز دولاب. هنا مطبخ. طيب مطبخ. تغلق باب. الله ما يدخل أحد. ما يدخل أحد. طيب هنا ندخل حمام. ولكن هنا ما يعني قبل قليل كان هنا الناس وخرجوا. طيب وخرجوا. طيب سخان. طيب جيد. صابون لا يوجد صابون ولا شامبو. سننظر ايش هذا الفندق. هل هنا شيء. تاك في الدولاب ايش موجود. خلاص زبالة موجودة. طيب فين نور؟ أين منور؟ نور فين؟ نور أين نور؟ هنا. طيب هذا مكيف شباك. تسمعون عن الصوت؟ انظروا صوت شباك. مكيف شباك يسمع. ننظر فين هذا. تعال أنت هنا. وتشتغل. وصوت. طيب تاك. هذه الغرفة رباعية 1 2 3. فوق هناك فوق اتجاه القبلة مسجد قريب 400 متر. 400 متر. والهاتف. هلا السلام عليكم. أين بيبسي؟ بيبسي شويبسي وشيبسي. يشتغل. طيب خلاص 1 2 3 4. تمام. وهنا دولاب. طيب ننظر إلى غرفة أخرى 604. هذا
نخص انت بالله 601 606 600 ايش عندنا 604 طيب ندخل 4 2 وهنا جناح هذا جناح انظروا يعني لو عندك مفتاح من هذه الغرفة أنت ممكن تدخل مع الأسرة أسرة كبيرة مثلا وتسكنون في هذه الغرفة مثلا تأخذون غرفتين 4 و3 تأخذون وواحد مطبخ وواحد ثلاجة ولكن هنا زبالة مليانة ما كان يسكن هنا قريب أحد تاك ندخل 604 السلام عليكم هل في أحد؟ ما في أحد؟ السلام عليكم ما في أحد؟ طيب هذا مطلع نور 1 2 3 أها ثلاجة هنا أيضا موجودة وهناك موجودة وشباك موجود وهذا اها تركتم هنا وهذه الغرفة خماسية غرفة خماسية شاشة تلفزيون موجودة شاشة تلفزيون ولكن ريموت مش موجود ريموت مش موجود كتب موجودة وهنا واحد علاقة جميلة وهنا هذا مشكلة كل فنادق شوف موكيت عندما يخرجون بعد الوضوء بعد انتهاء من الغسل وشيء هنا دائما موكيت يكون يصبح قديما يعني وهنا مشكلة انظروا صرف الماء ليس مضبوط يعني ما يخرج